السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. اليوم غادي نهضروا على الذاكرة المغربي، يعني أو ما يسمى ب يعني مؤشر لنسبة الذكاء العالمي اللي هو الاي كيو انتليجنس كوشنز. غادي نشوفوا اليوم حنايا راسنا فين، حنا تقريبا عالميا مكلاسين، لان كتعرفوا الغربه بزاف كيظنوا راسهم بانهم اذكياء و يعتقدون انهم كيفهموا كل شيء وما كاينش اللي كيفهم بحالهم بيان سور. اذا هذا رسم يعني عالمي، خريطه العالم بالدول اللي فيها المعدل هو كيكون في 100 الفوق بيان سور، اللي هو الدول النابغه من 105 الفوق. دونك شكون اللي كنلقاو؟ مثلا كنلقاو الصين، كوريا، كنلقاو الجابون، يعني في كاينين الادمغه تكتبع ما بين 100 و105. دونك هادو الاولين 105 الفوق، ما بين 100 و105 كاين كندا، وكاين لي بي سكانديناف، وكاين حتى ايطاليا وانجليز. ما بين 95 و100 كاين روسيا، امريكا، بعض الدول الاوروبيه واستراليا. ما بين 90 و95 كاين اوروبا الشرقيه وبعض الدول اللي جات جهه في اسيا وجنوب امريكا. 90 هما هادو اللي هضرنا عليهم، ما بين 90 و95. ما بين 85، ما بين 85 و 90 هناك دولة واحدة، دولة اللي عربية اللي هي اليمن بوحدها، وبعض الدول اللي هي في أمريكا الجنوبية وصافي، هادشي اللي كاين. وبعد هادشي جوج دول اللي هي هنايا في أوروبا الشرقية، بينما المغرب فين كلاسي اكزاكتومون في ما بين 80 و85، في 83 المغرب مكلاسي. دونك هانت شوف اخويا، حنا مع الدول العربية، هانت شوف شو كي داير الدول العربية كلها لا ميم شونس، وزيد على بعض الدول في امريكا الجنوبية من الطرف الغربي ومدغشقر، صافي شي دويلات هنايا ديال اسيا. هذا هو الذكاء. حنا عندنا الذكاء، يعني شو العالم المتقدم، 105 الفوق، 195، 90 دول في خمس فوق، ما بين 85 الفوق. حنا جينا في المرتبه 2 4 السادسه، ماشي السادسه عالميا ولكن في الكوكب او الفوج السادس عالميا في الذكاء. اللي قال لك الذكاء عند المغاربه ما نعرف شنو. وإلا جيتي تشوف عاوتاني من ناحيه اخرى، هاد الدول اللي فيها النابغات يعني غادي تلقى نسبه الالحاد مرتفعه كثيرا، مثل اليابان، مثل كوريا، مثل يعني دائما غادي تلقى هاد الدول المتقدمه كلها اللي في 105 و195، الا مشيتي تقلب غادي تلقى نسبه الالحاد فيها كبيره، واللي بي سكانديناف حتى هما يعني نسبه الالحاد كبيره. بينما الدول اللي هي من قلت تقريبا 90 85 ونتراجع اللور الى 65 غادي تلقاها كلها دول خرافيه براقيه، تؤمن بالغيبيات وتؤمن وتعتقد انها راه ذكيه والى اخره. ولا سيما انت يعني شوفير ما يسمونه هما بالعالم العربي، مع العلم ان احنا لسنا بعرب، نحن امازيغ وعربنا تاريخيا. غادي تلقى انت شوف شو الدول العربيه، ولا هناك بعض اللي دول في الاحمر هما كاع غادي هما من الصفر عاطين لوغونج الاحمر، ما في مثل افريقيا مسكينه وبعض الدول. اذا هذا هو مؤشر الذكاء، يعني فين حنايا مكلاسين.
وهذا كيعطيك فكرة على يعني كيفاش بغيت تصنع واحد المجتمع انت اللي هو متقدم في ظل نظام هو كيصنع لك غير الأمية والجهل والتخلف والزوايا ويمول الزوايا والثقافات ديال الطبيعة ديال إذا هذا هو أحد الأسباب ديالنا وراجع حتى إلى التعليم. التعليم لأن احنا عندنا حتى التعليم هو تعليم براقي خرافي، راكم شفتوا يعني الفيديوهات اللي دازوا شحال من حاجة جبدناها من كتب مقررات الدراسية، بينما هذه الدول المتقدمة كلها كتقري نظرية التطور. كاينه شي دولة يعني ما كتقريش نظرية يعني متقدمة؟ أوروبا، أستراليا، أمريكا الشمالية، داكشي كلهم كيقريو نظرية التطور لأن العلم الحقيقي هذا هو اللي كاين. وأنا غادي نجيكم لواحد الفيديو آخر غادي تشوفوا يعني حتى المغرب في المكلاسي مثلا في العلوم وفي الرياضيات وفي أشياء أخرى. تحياتي الأحرار إلى الفيديو.